رحمتك صلي كده وقلت معايا الطلبه ديت واحنا في بدايه وقتنا. تعالوا نغمض عينينا ونصلي. يا رب تعالى اتكلم. تعالى تراء يا رب, اعلن ذاتك في وسطي يا رب. عايزين نسمع صوتك, عايزين نشوفك يا رب. أذاننا مفتوحة ليك يا رب عشان تتكلم لينا. تكلم يا رب, لأن عبيدك سامعين يا رب. يلا قولها على نفسك النهاردة, لأن عبدك سامع, لأن عبدك خاضع. تعال أعمل حاجة يا رب جوا قلوبنا وفي حياتنا, وإحنا بنغام لك الوقت اللي جاي, وإحنا بنسبحك, وإحنا بنشاور عليك, وإحنا بنقولك إنك أنت الملك, وانا كلي القدره والسلطان والعظمه يا سيد. ما اعظم اسمك في كل الارض. يا الله كم أنت عظيم.
ترسل العيون يشوفك يا رب، شعبك يشوفك. كم أنت أنت مالكي، أنت مالك الملوك، مستحق للسجود وستبصر. افتح علينا يا رب. كم أنت عظيم، 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 أحبك. قد صبحت، قد صبحت.
دمك يا يسوع، وانت اللي دفعت ثمن في 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 دمك
اسمي بيع الوصف ويعز الإنسان أصلب المجد مكلل ولي سلطان حبيبي ولي سلطان واطرح اكليلي عند قدمي ونهاري وليلي راح ارنم لي واطرح اكليلي عند قدمي ونهاري لما اذكر موته راح ارنم لي لما اذكر موته ألمات وتألم عشاني وعلشانك يلا نفتكر محبته لينا لما اذكر موت ألمات واتأمل فيه حبيبي اتذكر صلبه وجلداته واتعلق بيه اطرح اجليلي عند قدمي ونهاري وليل ارنم ارنم لي عند قدمي أرنم لي واطرح أكاليلي عند قدمي والنهار وليلي رح أرنم لي واطرح أكاليلي ده حبيبي ده حبيبي والنهار وليلي رح أرنم حبيبي ده حبيبي صوته بينادي النهارده صوته بينادي النهارده ودمه بيصرخ النهارده هللويا هللويا ده حبيبي ده حبيبي يسوع فداني ده حبيبي ده حبيبي دعاني المجد وانا في الخطيه وانا في العار نده عليا يستاهل اقول له انت حبيبي بينادي النهارده بينادي النهارده والمركبه هي وفرد القلوب والريس فيها بينادي يا رايحين ليسوع المركبة هي جات وفرد القلوب والريس بينادي يا رب يلا قول معانا بإيمان أنا ذاهب للسماء أنا ذاهب للسماء مسرور أنا بالمخلص ذاهب للسماء
ان احنا دخلنا على طول ان احنا رايحين السماء ودخلنا كده. يمكن حد بيشوفنا ويحس ان حالته يعني انا مش جاهز، طب حتى جهزوني شويه. بص عايز اقول لك على حاجه، ناس كتير لما حد يسالها يقول لها تفتكر انت رايح فين، يقول له ايه؟ في ناس تقول انا ما اعرفش، دي حاجه بتاعت ايه؟ لا دي حاجه بتاعت ربنا فعلا، بس هو ادانا اراده ان احنا نختارها، فدي بتاعتك انت كمان وبتاعتي. فالرب عايزك تختار الحياه الابديه النهارده. السماء ممكن يكون واحنا بنرنم معناها انا ذاهب للسماء، لكن في اي حلوه بتقول وهذه هي الحياه، هي دي السماء. ايه هي؟ ايه هي السماء؟ ايه الحياه الابديه؟ ان يعرفوك انت المعرفه. لما اعرف الرب النهارده اقرب منه. في واحد خطف الابديه كده، قال له رب انا عايز اعرفك، انا عايز ابقى معاك. اللص اللي كان على الصليب جنب يسوع، والرب النهارده عايز يرد عليك نفس الرد ده وعليا اليوم. مش اليوم دي ان انت حياتك تنتهي، لكن اليوم دي انك تبدا حياه جديده معاه، حياه فيها فرح، فيها صوت تهليل وهتاف، فيها صوت تهليل وهتاف. ورب عايزك ده يحصل النهارده في حياتك. صلي تاني معايا، تعالوا ناخد وقت صلاه تاني كده. في ناس ممكن تكون بتشاهدنا بتاخد قرارات، تيجوا نرفع ايدينا في الاستوديو، نرفع ايدينا كده ونقول للرب لكل حد النهارده يمكن حاول مره واثنين وثلاثه بس مش قادر، بس ضغوط الحياه دي عماله تشده وعماله تجرفه. باب الفلك ما تقفلش، لسه ما قفلتوش انت يا رب، مفتوح لكل حد النهارده يدخل يحتمي فيك يستخبى. يلا النهارده يوم خلاص، اليوم حصل خلاص لهذا البيت، اعلن ده على بيتك النهارده. اليوم في صوت فرح وتهليل، لو بيتك فيه حزن، لو في صوت صراخ، لو في صوت مرض عالي، لو في صوت حزن، يلا ارفع ايدك معانا وقول كده انا بعلن في فرح النهارده، لان الرب يدخل البيت النهارده زي ما عمل مع زكا يعمل معاك. اليوم حصل خلاص، اليوم حصل فرح، يبدا معاك بدايه جديده. اقول لك على حاجه، حتى لو انت قريب من الرب بس بقالك فتره مش متشجع، حاسس انك بعيد، يلا قوم النهارده تاني انتفض وقول له انا ليك ولن اكون لغيرك. انا مش هعيش في الحزن ولا في التعب ولا في الحيره ولا في الشك، انا واثق فيك النهارده انك تخلصني، انا واثق فيك النهارده انك تحملني. عارفين ايه هي البركه؟ هي يسوع. عارفين ايه هي الحياه؟ هي يسوع. مش حاجات ارضيه حتى لو وعدك بيها وانت مستنيها، هو يسوع، هو يسوع. يقول كده بالإيمان نظروا لأرض الموعد، بس إيه اللي حصل؟ ما وصلوا، ما خدوهاش في الآخر، لأنهم حسبوا نفسهم غرباء. يلا قول له أنا مش ماسك في حاجة النهاردة، والرب وعده ليك النهاردة بقولك ما تخافش، ما تخافش في وعودي ليك أنا ما رجعش. إيه وعده ليك؟ يمكن أنت مش ماسك وعد معين كده، افتح الكتاب وشوف الله وعدك وعود قد إيه، وبيقول لك النهاردة الكلمات دي، اوعى تنسى اني معاك، اوعى تنسى اني معاك، طول اليوم عيني بطراك، نقشتك يا ابني على كفي، علشان كده يا ابني ما تخافش، ده وعده ليك. ناقشتك يا ابني على كفي، علشان كده يا ابني ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش، في وعودي ليك انا مرجع. يلا نقول العدد الاول تاني، في وعودي ليك انا مرجعش، وعدتك يا ابني احمي، خوفك سلامي ليك، وعدتك يا ابني احمي، خوفك سلامي ليك، وفي ضعفك نعمتي تكفي، وفي مرضك انا اللي شفي، مرضك أنا اللي شفيك.
عايز اقول لكم على حاجه. قط ربنا يقف كده قصادنا ويقول لنا انتم مصدقين الكلام ده؟ مصدق ان انا على الازرع الابديه، مصدق ان انا احملك واصونك في وقت فيه كل حاجه صوتها عالي بتقول عكس كده؟ انت مصدق ده؟ عايز اقول لكم اوقات كتير قوي بنتعجب من معاملات الله، بننبهر بنندهش، ايه يا رب اللي بتعمله ده؟ بس عايز اسال سؤال، هل الله ساعات يتعجب من ايماننا؟ يتعجب من إيمانه. تعالوا نفتح الشاهد ده مع بعض، تعالوا نفتح مع بعض لوقا 7، إنجيل لوقا إصحاح 7، نقدر الكلمات دي ونرنم ونشوف الإله الجميل ده اللي كنا بنقول له أبرع جمال، اللي احنا مصدقين في إيده في أمانته. عدد 2 لغاية عدد 9، اسمع كده الكلمات دي قول معايا. وكان عبد قائد 100 مريضاً مشرفا على الموت وكان عزيزا عنده، فلما سمع عن يسوع عمل ايه؟ ارسل اليه شيوخ اليهود يساله ان ياتي ويشفي عبده. فلما جاءوا الى يسوع طلبوا اليه باجتهاد قائلين انه مستحق ان يفعل له هذا لانه يحب، وهو بنى لنا
المجمع. فذهب يسوع معهم، وإذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ. بصوا، لأني أنا إنسان، أيضا إنسان مرتب تحت سلطان، لي جند تحت يدي، وأقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائت فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. ده كلام قائد المئة. بص يسوع بيقول إيه: ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا. الرب تعجب من إيمان الرجل ده. بصوا الرجل ده بيقول له إيه، بصوا الرجل ده وصل لغاية فين، بيقول له هات عدد 8: أنا إنسان رتبة، أنا رتبة وليه سلطان. ده بيقول، ده عايز يقول الكلام ده للرب، عايز يقول له أنت كده، أنت كده، يعني أنا ده اللي بيحصل معايا وأنا إنسان. بص بقى، ليه جند تحت يدي وأقول لهذا اذهب فيذهب، والآخر تعالى فيجي، والعبدي افعل دي فيفعل دي. لما أكون أنا إنسان وبعرف أعمل كل ده وبشغل الدنيا دي كلها تحت إيدي، أنت مش محتاج تيجي، أنت قول كلمة بس من عندك وبرأ الغلام بسبب إيمان. عارفين أوقات إيماننا يشفي كل اللي في البيت وكل اللي نعرفهم ويطلق ويحرر، يطلقني أنا. ورب واقف النهاردة بيقول عندكم إيمان فيا إني أعمل أول حاجة أخلص؟ عندي إيمان إن أخلصك من الحاجة اللي أنت فيها؟ عندي إيمان. قل له عندي إيمان. عندك إيمان إن أنا أحررك من قيود ومن خطايا دخلت فيها؟ عندي إيمان يا رب. من فضلك قول معايا، قل له أنا عندي إيمان. عندك إيمان إني أتدخل في حالتك؟ عندي إيمان. عارفين يمكن القصة دي ذكرت إن الرب اتدخل وشاف الغلام، بس في قصص تانية ممكن رب ما يشفيش، مش لازم. أنا بتكلم النهاردة على عنوان أكبر وحاجة أكبر بكتير، هي يسوع، إنه بس يكون موجود في حياتك يشفي، يعمل اللي يعمله، بس المهم يكون موجود. وأنا متأكد إنه اسمه يهوه رفا فيقدر يشفيك، هو المخلص عمانوئيل اللي خلصنا من خطايانا. يسوع معانا. يلا احنا صلينا وهنصلي تاني، غمض عينك، وكل اخواتي اللي في الاستوديو يرفعوا ايديهم وصلي تاني. لو شاعر النهارده انك بعيد، لو في خوف بيترمي جوه قلبك، قول له رب انت ليك سلطان تقول كلمه النهارده، تقول كلمه النهارده على حياتي فتحصل. من فضلك حط نفسك وحط بيتك، حط كل حاجه تعباك وجعاك عنده النهارده. رب عايزك تؤمن وتصدق فيه النهارده، دي حاجة هتخلصك النهاردة، دي حاجة هتفرحك النهاردة. الإيمان، الإيمان، رب عايز يرمي إيمان جوه قلوبنا وإحنا بنصلي. افتح كلمته وإقراها وشوف الرب بيتكلم معاك إزاي، وقوله مصدق كل كلمة أنت بتقولها. أنا مصدق حتى لو الواقع بيقول عكس، بيقول عكس كده، أنا مصدق، أنا مصدق فيك، أنا مصدق فيك، أنا واثق في أمانتك. فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء، شاور عليه عمانوئيل. فوق الرياسات، فوق السلاطين، فوق الأسماء، عمانوئيل. هللويا 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 هللويا.
رئيس الخلاص، رئيس الخلاص، ده إلهنا، ده يسوع، رئيس الكرام، إلهي ومالكي، رئيس السلام. هو يسوع رب الأرباب، يرضى يكون في صورة إنسان، رب المجد، الله الآب، عمانوئيل، أعظم هو ده إلهنا اللي بنؤمن بيه واللي ماشيين وراه طول الرحلة في البرية. احنا ماسكين فيه وبندعوكوا كلنا انكم تمسكوا فيه في وقت فيه واضح ان الشر بيزيد، لكن هو اكبر من كل حاجة وهو اعظم من كل حاجة. ارفع ايدك كده واعلن كده، قل له انت اعظم وانت اكبر وانت حي وانت تقدر وانت صخرة وانت ملجأ، انت فوق حد التصور. يا رب يا رب خلي عينينا تشوفك اكتر، نؤمن بيك اكتر، زد ايماننا في ايام صعبة، بس انت موجود. الهنا حي، الهنا حي، الهنا حي، الهنا حي. هللويا. انت الاعظم وانت الاكبر، مهما تكون احداث كلمتك انت الثابته الباقيه قدام قول الناس، ولا يحصل بكره وبعد مشيئتك فوق الراس. انت الاعظم وانت الاكبر، مهما تكون احداث كلمتك انت الثابتة الباقية قدام قول الناس، واللي هيحصل بكرة وبعده ده في ترتيبه وفي خطته، مشيئتك فوق الراس. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، يا غالي في النعمة ده مفيش تاني مثيلك. يا حبيب قلبي كل القلب بجيلك، ده مفيش تاني مثيلك، يا اللي بترفع عبدك بيدك المليانة احسان.
خطوات تحميك. أيوة ده يسوع. يا سنين التعبان يلي بترفع عبدك بيدك المليان إحسان، يلي بتتقدم خطوات تحميم الشيطان. أنا جاي لك وأنا بطرح نفسي يا حبيب قلبي، كل القلب بديلك يا غني في النعمة، ده مفيش تاني بديلك يا حبيب قلبي، كل القلب بديلك. انت الأعظم، انت الأعظم وانت الأكبر، مهما تكون أحداث كلمتك انت السبت الباقية قدام قول الناس، ولا يحصل بكرة مشيئتك، مشيئتك الصالحة. انت الأعظم وانت الأكبر، كلمتك انت السبت الباقية قدام قول الناس، ولا يحصل بكرة وبعدك حبيب. يا حبيب قلبي النعمة، ده مفيش تاني بديلك يا حبيب قلبي، كل القلب بديلك، ده مفيش تاني بديلك، اللي في ضلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه، بيرقى وحتى تروق صوت لنفسك هتعدي، وهد اصنع في حياته عجايب وايدك بتعلي، اللي في ضلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه، هيصنع في حياتك عجايب. اعلن يا حبيب قلبي، كل القلب بجيلك يا غني في النعمة، ده مفيش تاني مثيلك يا حبيب قلبي، كل القلب بجيلك. يلا نعلن تاني، اللي في ضلك، اللي في ضلك واللي في سترك ده ما يتخافش عليه، برقى وحتى ايا كان اللي عندك اعلن أو حتى تروح صوت بنفسك هتعدي، وهتصنع في حياتك عجايب. يا حبيب قلبي، كل القلب بجيلك يا غني في النعمة، ده مفيش تاني مثيلك يا حبيب قلبي، كل القلب بجيلك يا غني في النعمة، ده مفيش تاني خدت قرار. قول معايا، أنا اليسوع ويسوع شعري، أنا اليسوع ويسوع شعري، يا لافتخاري خدت قراري، أنا اليسوع ويسوع شعري، أنا اليسوع ويسوع شعري، محكوم عليا بنار الجحيم، لولا انه جاني الفادي العظيم، كان محكوم عليا بنار الجحيم، لولا انه جاني الفادي العظيم، دمه طهرني وغسل لي عار. قبل ما نقفل، دايما بيقفلوا علينا على ترنيمة، نفسي نقفل واحنا بنصلي النهارده، وتكمل صلاه بعد ما احنا نقفل انت وبيتك. تعال غمض عينك وصلي معايا وقول له خدت القرار ده النهارده، خدت القرار ده النهارده. احنا هنقضي وقت في الصلاه. يا رب تعالى، قد ايه محتاجينك في بيوتنا، قد ايه محتاجينك لحياتنا يا رب. ايد قلوبنا تاني ورجعنا للمحبه الاولى. صلي معايا كده، قول يا رب يمكن بينادوا عليك انك عظيم، بس انا لسه مش شايف ده، خلينا اشوف ده النهارده يا رب. ده انا ابني بعيد، ده انا بنتي بعيده عنك، ده انا كمان بعيده، يمكن رب
بيوصل لك الرسالة دي النهاردة وبيوصل لك الرسالة دي عشان ترفع صلاة من أجلهم. يلا صلي قوله ناخد قرار نمشي وراك ونتبعك يا رب. عايز أشجعكم، مفيش حد أبدا مشي وراه وندم، مفيش حد أبدا مشي وراه وباعه وسابه أبدا، ما بيسيب حد. يلا صلي، صلي معايا، صلي معايا وقول يا رب أمسك فيك النهاردة، أمسك فيك النهاردة، مش عايز أمسك في أي حاجة النهاردة غيرك. مش عايز زي ما حصل مع الشاب الغني يقول ومضى حزينا، لا احنا عايزين ناخد قرارات صح النهاردة. يمكن بناخد في حياتنا قرارات غلط كتير. اكبر قرار صح ممكن تاخده النهاردة واخده النهاردة ان احنا نتبع يسوع ونمشي وراه النهاردة، ان احنا نعرفه النهاردة. يلا قول له عرفني طرقك وسبلك، علمني يا رب، افتح عيني فأرى عجائب من شريعتك، افتح تاني الكلمة، افتح تاني الكتاب وقعد ودور، هتلاقي الرب، صدقني هتشوفه، هتشوف الرب، هتشوف الرب بيكلمك، هتشوف وجها لوجه وهو بيتكلم معاك وهو بيطبطب عليك. اعمل مسبح في بيتك وقول له رب أنا وبيتي نعبدك، ماشيين وراك ملناش غيرك، أنت الأعظم وأنت الأكبر. مهما يكون في أحداث كلمتك انت الثابتة الباقية قدام قول الناس انا خدت قراري النهاردة. يا الفخر اللي انا فيه لما امشي وراك، انت شعاري وفوقي علم ومحبتك علم فوقي. رب انت حصني وترسي، انت ملجأي. قول الكلمات دي، يقولك الرب كده، لانك قلت انت يا رب ملجأي جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك. امسك في الرب النهاردة واستخبى فيه، هو مدينة ملجأ النهاردة، هو حصن ليك، هو حصن ليك، هو معاك، هو حواليك. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا رب. Shafatay, tu sabihanak, rahmatuka, afdal min al-hayah. Shafatay, tu sabihanak.